سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. وجدت مايكروسوفت أن إصدارا قديما من تطبيق شي إن لنظام أندرويد يقرأ بشكل دوري محتويات حافظة النسخ كليب بورد في جهاز أندرويد، ويتم إرسال محتويات الحافظة إلى خادم بعيد عند توافق المحتوى مع نمط معين. يحتاج المستخدمون إلى تحديث تطبيقاتهم إلى أحدث إصدار لتجنب هذا التهديد. وثغرات أمنية في برامج سطح المكتب البعيد سن لوجين وأويس سن يتم استغلالها من قبل المخترقين لنشر البرنامج الضار بلاك إكس. وبرنامج بلاك إكس الضار هو حصان طروادة يمكن المخترقين من الوصول عن بعد ويسمح بتنفيذ الأوامر البرمجية. ومخترقون يستخدمون إعلانات فيسبوك لمهاجمة موظفي البنية التحتية لتقنية المعلومات IT Infrastructure عن طريق إغراء الضحايا بتنزيل ملف ضار، وتم تصميم الهجوم لسرقة معلومات حساسة بما في ذلك بيانات تسجيل الدخول وملفات تعريف الارتباط ومعلومات حساب الأعمال وإعلانات فيسبوك. سايبر سيكيورتي بارك نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.